رحيم، تحية لعمومي متتبعي ومتتبعات مجموعة مركز فكرة للتربية والتكوين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا معنا في حصة جديدة من حصص هذه السلسلة، سلسلة تجربتي مع النجاح. قبل أن نبدأ هذه السلسلة مع ضيفنا لهذه الحلقة، المرجو من المتتبعين والمتابعات مشاركة هذا البث عبر الصفحات الخاصة وكذلك الصفحات العامة. حلقة هذا المساء ستكون حلقة عامة وحلقة خاصة، سنتطرق من خلالها إلى عموم مستجدات التربية والتكوين، كذلك نتحدث من خلالها عن ديدكتيكي الخاص لمادة الفلسفة، ونشير دائما كما جرت العادة عبر هذه السلسلة إلى نصائح وتوجيهات عامة تفيد عموم المقبلين والمقبلات على مبارة التعليم في كافة التخصصات. إذا مرحبا بكم جميعا في هذا مع هذا البث المباشر في حصة جديدة من حصص سلسلتكم، سلسلة تجربتي مع النجاح. من خلال هذه السلسلة كما سبق وحدثناكم، نستضيف مجموعة من الأساتذة والأستاذات الذين يحدثوننا عن تجاربهم الخاصة في علاقتهم بالنجاح وحمل مشوار ومشعل الرسالة التربوية. كذلك من خلال هذه السلسلة نحاول أن نقرب سبل الاشتغال داخل هذه المهنة، وكذلك نقدم مجموعة من التوجيهات عبر مختلف الأساتذة والأستاذات، توجيهات عامة وتوجيهات خاصة للمقبلين والمقبلات على مبارات التعليم، وكذلك المقبلين والمقبلات على امتحانات التأهيل المهني من أساتذة ممارسين داخل الميدان. إذا فضلا وليس أمرا، شاركوا معنا هذا البث عبر المجموعات المرتبطة والمتعلقة بمجال التعليم والاستعداد لمباريات التعليم، ثم شاركوا معنا هذا البث عبر صفحاتكم الخاصة كذلك حتى تعم الفائدة. إذا اللحظات قليلة ونستضيف أستاذنا الكريم لهذه الحلقة ونقف معه مع عموم التوجيهات الخاصة بالمقبلين والمقبلات على مباراة التعليم، وكذلك نخص معه الحلقة بالحديث عن ديدكتيك مادة الفلسفة. إذا اللحظات قليلة ويلتحق بنا الأستاذ الكريم ثم نبدأ هذا البث المباشر. طبعا هناك مجموعة من الأفكار الأساسية التي سنتحدث عنها إن شاء الله في سياق حديثنا داخل هذه المجموعة، مجموعة من الأفكار الجديدة في إطار الاستعداد لمباراة التعليم هي قادمة. إذا في هذه الأثناء يلتحق بنا الأستاذ الكريم سيدي يوسف. أستاذ الكريم مرحبا بك يوسف. بارك الله فيك سي العربي، مرحبا مجددا. مرحبا. طيب إذا أولا سي يوسف أشكرك على تلبية هذه الدعوة بلسان عموم المتتبعين والمتابعات، ونشكرك كذلك على رحابات صدرك وقبولك طبعا للحضور معنا. نحن سعداء اليوم بحضورك معنا في هذا البث المباشر. يشرفني أكون معكم هنا وأن أشارككم تجربتنا الخاصة، وهذا صراحة أعتبره تشريفا وليس تكليفا، يعني في الحقيقة يشرفنا أن نناقش معكم في هذا السياق، وأن نتفضل على مع الطلبة الذين سيترشحون في المستقبل إن شاء الله لهذه المباراة إلى بعض النصائح والتوجيهات في حتى يتجاوزوا هذه العقبة الكأداء في هذا السياق. نعم، إذن مشكور أستاذي الكريم مرة أخرى على تلبيتكم لهذه الدعوة بلسان جميع الأساتذة والأستاذات الذين يتابعون معنا هذا البث، والذين يتابعون كذلك مجموعة مركز فكرة بصفة عامة. نقدم لكم أسمى عبارات الشكر الجزيل أستاذي الكريم. إذن معنا اليوم الأستاذ يوسف العبراج، وهو أستاذ مادة الفلسفة للتعليم الثانوي، هو أستاذ كذلك حاصل على
شهادتي الماجستير في هذا التخصص، وهو كذلك خريج المدرسة العليا للأساتذة في هذا التخصص كذلك. ولا شك أن هذه التجربة الغنية للأستاذ وهذه الخبرات المعرفية النظرية وكذلك التطبيقية التي راكمها أستاذنا الكريم، لا شك أننا سنستفيد منها جميعا في هذا المساء، مساء الفلسفة ومساء الإجابة عن التساؤلات. يقولون أستاذ يوسف أن الفلسفة، أن مادة الفلسفة هي بحث عن الحقيقة، هل هذا الكلام صحيح بداية؟ وصراحة هي مختلف العلوم بحث عن الحقيقة، حقيقة عن أي حقيقة، لأن موجود فيه حقائق، حقيقتنا نحن كبشر، حقيقة الوجود، حقيقة الكائنات الأخرى، حقيقة العالم الذي كنا نعتقد أننا اكتشفنا قوانينه، ولكن في حقيقة الأمر كلما تعمقنا في البحث نجد أن هذا العالم يتضمن قوانين لا زلنا نسير إلى اكتشاف كنهها وإلى محاولة معرفتها والبحث عن حقيقتها، حتى نعتقد أننا في صلب البحث عن الحقيقة. طيب، إذا في طيات إجابتك عن هذا السؤال، لابد أن اللغة الفلسفية هي حاضرة بقوة، وأنا أريد أن أبحث في هذه الحلقة وفي هذا البث عن حقيقة واحدة، وهي سبل النجاح في مباراة التعليم. هذا هو السؤال الفلسفي الآن، ما هي سبل النجاح؟ كيف يسهل النجاح على الطلبة والطالبات المقبلين على هذه المباراة؟ ما هي التوجيهات الأساسية التي يمكن أن نوجه إليها عموم المترشحين والمترشحات بناء على التوصيفات وعلى المستجدات؟ وما هي كذلك أهم النقاط الأساسية التي نخص بها تخصص مادة الفلسفة؟ لكم الكلمة أستاذ الكريم. وشكرا جزيلا مجددا الأخ العربي. كما قلت في البداية، أنا أعتبر هذا شريفا قبل أن يكون تكليف لي أشارككم تجربتنا الخاصة في هذا شكرا المركز جزيلا. لايف. فيما يخص الأسئلة التي هي في واقع الأمر تتقاطع فيما بينها حول تجربتنا الخاصة وحول المستجدات في منظومتنا التعليمية، أي نظام التربية والتكوين، ما يرافقها من أشياء تبدو فعلا للطلبة الذين يقدمون ترشيحهم للمباراة تبدو بمثابة عقبة كأداء. وأنا سأتحدث في البداية عن، يعني سأحاول أن أكون واقعيا وأقول بأن أول خطوة يجب أن يقدم عليها الطالب المترشح للمباراة وأن يفكر في النجاح، لا أن يفكر في الرسوب، لأن ممتاز التفكير في النجاح هو نجاح في حد ذاته في الأصل العربي. نعم التفكير في النجاح يتخلله العمل، والعمل بشكل منظم، والعمل وفق منهجية، وفق تصور واضح. أنا سأنطلق من مثلا التوصيفات، كما هي موجوده حتى في المباراه السابقه، التوصيفات اي المراجع الموجوده باللغه العربيه والفرنسيه التي تقدمها الوزاره من اجل مراجعه هذا الامتحان. لا شك ان طالب الفلسفه أستاذ يوسف، اسمحوا لي أن نقف وقفة تأمل عميقة باللغة الفلسفية مع هذه النقطة الأولى التي أشرتم إليها، وهي نقطة حقيقة نقطة هامة جدا، مسألة الإعداد بنفسية النجاح، أن يعد المترشح لهذه المباراة بنفسية النجاح. يمكن أن نقول أن هذا يعدل 50% من النجاح، ويبقى الرهان على 50% هو مرتبط بالمعلومات النظرية والتي سميتموها الإعداد المنظم وفق منهجية وفق تصور واضح، ليس كذلك تصور أستاذ؟ طبعا الاستاذ العربي، لان الذي يفكر في الرسوب لا يمكن ان يعد بشكل جيد، لا يمكن ان ممتاز يكون مستعدا بشكل واضح وجيد، لا ي... بمعنى اخر يفكر في انه سيفشل ولا يفكر في انه سينجح. الذي يفكر في النجاح لا محالة انه قطع الشوط الاكبر لكي يتجاوز هذه العقبة. قلت في علاقتنا يعني بشكل عملي بهذه المنهجية، أول شيء بالنسبة إلي هو أن كما قلت بأن طالب الفلسفة لابد أن له اطلاع، كما يأتي في التوصيفات، له نعم اطلاع بتاريخ الفلسفة، بإشكالات نظرية موجودة
لها علاقة بالمذاهب الفلسفية، لها علاقة بالفلسفة والمنطق، لها علاقة بالفلسفة والعلوم، الفلسفة والأخلاق، يعني حتى في البارادايمات الثلاثة المعروفة في سياق تاريخ الفلسفة، البارادايم القديم الأنطولوجيا أي البارادايم اليوناني، والبارادايم الحديث أو ما يسمى بمبحث المعرفة، والبارادايم المعاصر أو ما يسمى بالأكسيولوجي أو مبحث القيم. يعني طالب المترشح يفترض فيه أن يكون على اطلاع بهذا التسلسل التاريخي لهذا التصور، وهو ما يأتي بالتوصيفات كما تضعه الوزارة في مختلف المباريات، المذاهب صحيح. الفلسفية كذا كذا. إذن هذا ما يفترض في الطالب المترشح للمباراة. ثانيا، الخطوة الثانية، هل الطالب المترشح للمباراة اطلع جيدا على المقررات، على الكتاب المدرسي؟ لماذا الكتاب المدرسي؟ وهذه أكبر خطأ يقع فيه الطلبة المترشحين للمباراة. لماذا الكتاب المدرسي؟ الكتاب المدرسي لأنه كتاب تلميذ، والأستاذ في المستقبل سيتعامل مع التلميذ. إذا لم تتعامل مع الكتاب المدرسي قبل أن تمتحن في المباراة، فهذا معناه أنك لا تعتقد بأن هذا الكتاب يعتبر وسيلة ديدكتيكية أساسية لكي تدفع بالتلميذ إلى أن يبحث في نصوص وأن يناقش إشكالات فلسفية لها علاقة ربما بواقع المعيش، ربما علاقة بالدين، لها علاقة بالأخلاق، لها علاقة بالسياسة. حتى أكون واضح، صحيح. أغلب الامتحانات باستثناء الامتحان للسنة المنصرمة، أغلب الامتحانات النصوص التي توضع في واجهتها هي نصوص من المقررات. أعطيك أكيد. مثال بنص إيمانويل موني، أعطيك مثال بنص فرديناند ألكي، أعطيك مثال شكون هذا بنص جون أستاذ؟ كاديرن. شكون هذا الأول؟ إيمانويل موني هذا مغربي؟ صاحب نزعة شخصانية. لا ماشي، المغربي هو اللي تبنى التصور دياله فيما بعد، اللي هو محمد عزيز الحبابي المفكر المغربي المعروف السابق على طيب، أنا محمد وقع عابد لي جابر الخلطان، الطيب، هو ما عارف. أعتذر في هذا سابقا. السياق نعم. إيمانويل مونيه، وأيضا كما قلت السي العربي، يعني هذه النصوص هي نصوص موجودة في الكتاب المدرسي. بمعنى آخر، الذي يريد أن يعد بشكل جيد يجب أن يعتمد أيضا بشكل جيد على الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي لا يتضمن فقط نصوصا تعتمد من أجل اجتياز المباراة، ولكن يتضمن أيضا مواقف وإشكالات يمتحن فيها الطالب المترشح حتى في الكتابة الإنشائية. صحيح. أعطيك مثال، تجد مثلا نص يتحدث عن مثلا كما هو ما في السابق، نص مثلا لجون بير فيرنان. جون بير فيرنان يتحدث عن علاقة الفلسفة بالأسطورة. هذا النص مثلا في البداية كما تم موضوعه، له النص يتضمن 4 أسئلة، بمعنى آخر 4 نقط هي للطالب. إن لم يكن الطالب له اطلاع على النص، لا يمكنه أن يحصل على هذه النقاط بشكل مباشر. أكيد. أعطيك مثال آخر، تحت النص تجد أقوال معزولة عن النصوص للفلاسفة وتكون في الامتحان. مثلا تجد مثلا كما هو مثلا في علاقة الفلسفة بالدين في جيد على المشترك، نص لابن رشد يقول في مثلا في قولة معزولة: الحق لا يضاد الحق بل يشهد له ويوافقه. يقول لك لمن هذه القولة؟ يقدر يعطيك مثلا ابن سينا، يعطيك ابن رشد، يعطيك الفارابي، هما فلاسفة مسلمين في حقبة إسلامية وسطوية دازو. ولكن إذا ما كانش عندك اطلاع بالمقرر الدراسي أو الكتاب المدرسي، لا يمكنك أن تنجزها، لا يمكنك أن تكسب هذه النقطة. نقطة أكيد. كسب نقطة بمعنى القيام بخطوة إلى الأمام من أجل النجاح. بمعنى آخر، المقرر المدرسي هو الخطوة الأولى والأساسية التي يمكن أن يعتمد عليها الطالب المترشح للمباراة. زيد على ذلك كرونولوجيا الإصلاحات التربوية. طيب أستاذي الكريم سيدي يوسف، قبل أن ننتقل إلى كرونولوجيا الإصلاحات، هناك سؤال دائما ما يتساءله المقبلون والمقبلات عن المباراة. تعلمون أستاذي الكريم أن دائما المقبل أو المترشح على هذه لهذه المباراة دائما يسعى إلى
أن يصل إلى هذا الهدف عبر يعني الطريق المختصرة. لذلك مما يذاع ومما يشاع كون المقررات الدراسية أو اعتماد بعض المقررات أو بعض الكتب الدراسية المتعلقة مثلا بالمستويات الإشهادية وحده كاف دون الالتفات مثلا إلى بعض الكتب المدرسية الأخرى التي لا ترتبط بالمستويات الإشهادية. هل هذا لا ينطبق على مادة الفلسفة في علاقتها بالامتحان أم لا؟ أبدا، لا أبدا، لا أبدا أستاذ العربية. علاش؟ نعم. ببساطة، إلا بغاو يتأكدوا الطلبة المترشحين، أنا كرشدهم يقراوا الامتحانات، يمتحنوا راسهم بشكل تلقائي في الامتحانات السابقة. سيجدون في الامتحانات أن أغلب النصوص وضعت إما من الجدع المشترك أو من الأولى بكالوريا أو من الثانية بكالوريا، أي المستويات الإشهادية، المستويات التي تمتحن في الامتحان الوطني كما هو معلوم. بمعنى آخر، الاعتماد على مقررات دون عينها هو القيام بنصف خطوة. تلخيص المقررات أو قراءة المقررات واستخلاص باقي المواقف منها والبحث عن تلك مثلا تلك المفاهيم التقنية أو تلك المفاهيم التي نعتقد أنها موجودة على هامش الكتاب تكون حتى في الامتحانات أستاذ عربي. لذلك أكيد الطالب الباحث حينما يكون مثلا يهتم بالكتاب، حينما يهتم بالمقرر الدراسي ويراجع، لا يجب أن يراجع فقط النص، ولا يجب أن يراجع فقط العنوان أو الإشكال، يجب أن ينظر حتى في الهوامش، لأن في بعض الأحيان هناك عناوين لكتب موجودة في الهامش تكون في الامتحان ولا يلقي لها البال الطالب المترشح للمباراة. هذا أكيد في عموميته، بمعنى عام، بمعنى عام. بمعنى آخر، المقرر الدراسي بمختلف مستوياته وكذلك الكرونولوجيا، الإصلاحات التربوية بدءا من الإصلاحات الرسمية للتعليم في 57، مرورا بإصلاح التعليم في 58، مرورا بمناظرة معمورة في 64، مرورا بمناظرة إفران 80، وصولا إلى المخطط الاستعجالي، وصولا إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وصولا إلى الرؤية الاستراتيجية، وصولا إلى القانون الإطار، يجب أن يكون الطالب المترشح للمباراة له صورة واضحة في هذا السياق، له صورة واضحة. صحيح. بمعنى آخر، لا يجب أن يهتم بشيء ويغفل شيء حتى لا يكون الجهد جهد ضائع. هناك شيء آخر أريد أن أركز عليه أستاذ العربي وأعتبره مهم نعم أستاذ جدا الكريم تفضل. في هذا السياق. أثناء الترشح للمباراة، وأنا متأكد بأن تحت هذه السنة ربما ما غيكونش الانتقاء، ربما الأولي على ما أعتقد، نعم لأن أستاذ الكل له الحق في أن يشارك في هذه المباراة، كل الذين سيشاركون فيها مختلف التخصصات. ما هو ما يوضع في الامتحان؟ أسئلة واضحة، إشكالات واضحة، عناوين واضحة، كتب واضحة فقط. هل هذا الذي يمتحن يعتقد بأنه في مستوى يمكنه من أن يجتاز المباراة؟ أعطيك مثال، طيب الكتابة الإنشائية، وأنا ناقشت مع أحد الأساتذة المتمرسين ومع أحد المفتشين التربويين، قال لي بأن حتى السنة المنصرمة نعم كان الفيصل الحاسم تقريبا، الفيصل الحاسم هو النص المقالي، النص الذي يوضع في واجهة الامتحان، أي المادة، أي التخصص، يعني في عموميتها نتحدث عن التخصص وديداكتيك مادة التخصص. أكيد في التخصص تجد أن نعم النص واضح، معه أربعة أو خمس أسئلة واضحة يجب أن يكسبها المترشح، ومعه أسئلة أخرى يجب أن يشتغل عليها ويمعن النظر فيها حتى يستطيع أن يحصلها. في المقال الفلسفي، الإشكال الذي يقع فيه بإطلاق، تقريبا يمكن أن أجيز بإطلاق جميع المترشحين، هو أنهم يعتقدون أنهم يتعاملون مع المادة بمنطق تفكير، أو أي بالمنطق الموجود في مؤسسات الجامعية، بمعنى لا يتعامل مع مادة كتلميذ يجب أن يكتب موضوعا وفق قواعد وضوابط معينة، يكتب وكأنه يريد أن يجتاز مبحثا معينا، أو أن باغي فاليدي موديل، أو أن يقوم بشيء من هذا القبيل.
الكتابة في الامتحان ذات ضوابط محددة، فيها مقدمة، عنصر المفارقة والتقابل، إشكالات واضحة في العرض، هناك مستوى التحليل، هناك مستوى المناقشة، والختيمة. في مستوى التحليل والمناقشة نتحدث عن ما يسمى بالمواقف الفلسفية، المواقف الموجودة في تاريخ الفلسفة. أكيد هذه الخطط أو هذه الصورة العامة يجب أن تكون في ذهن كل شخص يجتاز الامتحان. لا يجب أن يكتب في الامتحان مثل ما يكتب وهو يجتاز امتحان في الماستر أو يجتاز. هذا هو الخلط الرئيسي، نعم هذا هو الخلط الرئيسي الذي يقع عند الكل تقريبا. بمعنى آخر، وأنا سأنطلق من تجربتي الخاصة، طيب يعني تجربتي الخاصة، السنة المنصرمة وأنا أتحدث ودخلت القسم، خذيت الورقة الامتحان، شفت النص، شفت الأسئلة، ولكن فكرت باش ندبر الزمن لكي أدبر الزمن، يعني حتى مسألة الامتحان راه مسألة تدبير الزمن لكي أدبر الزمن. صحيح. فكرت مباشرة أن أسير رأسا إلى كتابة النص المقالي قبل ما نهضر مع الأسئلة الأخرى، قصدي النص المقالي، لأن أعرف أن النص المقالي قد يكون هو الحاسم في التمييز ما بين هذا وذاك. تماما. لكن فوجئت لأول مرة في الامتحان أن الامتحان ليست هناك ورقة تحرير خاصة، الورقة أو الامتحان الذي ستجتاز فيه هذه المباراة هو الذي ستكتب فيه في نفس الوقت النص المقالي، والنص المقالي لا يتعدى صفحتين. بمعنى آخر، يجب أن يكون قولك قصيدا واضحا ملخصا ومركزا، لا كريم دو لا فريش، ما تزيدش ما تنقص. نعم ملي كتجي مثلا تتحدث مع الطالب كيقول لك انا لما كانش عندي ورقه تحرير ما نقدرش نعبر على موضوع انا في تاريخ الفلسفه، ما نقدرش نعبر على موضوع انا في تاريخ الفلسفه ونقول بانني نقدر نناقش انا اشكاليه فلسفيه. هذا تصور خاطئ. لا يجب ان نتعامل مع الامتحان في هذه النقطه مثل ما نتعامل مع باقي الامتحانات في تخصصات اخرى ربما، وحتى في نفس التخصص داخل الجامعه في مستويات مختلفه، سواء الماستر او التبريز او الدكتوراه. بمعنى آخر، القول يجب أن يكون قولا قصيدا واضحا. طيب فيما أستاذي الكريم، يخص لو سمحتم وقوفا عند هذه النقطة لأهميتها. الجانب هنا يبرز يعني أهمية أو تبرز أهمية الجانب المنهجي في التعامل مع الأسئلة أولا، معنى أن هذا المترشح ينبغي أن يكون أولا مؤهلا لأن يتعامل مع هذه الأسئلة. ولا شك أن أظن أن من بين أهم السبل لتحقيق هذه الأهلية في التعامل مع مثل هذه الأسئلة والإجابة عن هذه الأسئلة بهذه الخصوصية التي أشرتم إليها أستاذي الكريم عبر مادة الفلسفة وبعض المواد الأخرى كذلك، يحتاج إلى أن يكون هذا المترشح مدربا، وهذه الدربة لا تأتي إلا عبر الاشتغال كما أشرتم بداية، الاشتغال على النماذج السابقة ومعرفة أشكال وأنواع هذه الأسئلة طبعا صلاح، وصيغة هذه الأسئلة وطريقة الإجابة عنها. طبعا طبعا قلت نعم يجب أن يمتحن نفسه بنفسه، أن أكيد يأخذ النماذج السابقة. النماذج السابقة بمثابة سكة طريق، هي التي ستعبد له في البداية الطريق، لأنه سيقارن على الأقل حتى تلك النقلات النوعية ما بين هذا الامتحان وهذا الامتحان. ما الذي كان في هذا الامتحان واستجد هنا؟ صحيح ما الذي بقي هنا واستجد هناك؟ حتى في علوم التربية، يعني سكة الطريق، بداية الطريق هما النماذج السابقة، والقاعدة الكتاب المدرسي. طبعا مع شرط أن هذا الطالب الباحث أو هذا الطالب المترشح للمباراة يجب أن تكون له دراية بمجمل الإشكالات الموجودة في تاريخ الفلسفة. هذا في السياق الأولي. زيد على ذلك، يجب أن يكون مطلعا حتى على مستجدات، مثلا يجب أن يكون مطلعا حتى على مذكرات تقويم، لأن في بعض الأحيان تطرح أسئلة دقيقة جدا، لو لم تكن لك دراية بمذكرات تقويم لا يمكنك أن تجيب. زيد على ذلك، بالنسبة مثلا للتواريخ، متى صدر الكتاب الأبيض، متى صدر الميثاق الوطني للتربية والتكوين، هذه في مجملها يعني يجب أن يتعامل معها الطالب المترشح للمباراة بحذر
وحيدة. نقطة أخرى يجب أن أشير إليها الأسطول العربي وأعتبرها مهمة نعم في أستاذ هذا كريم، السياق، مرحبا. هي بالنسبة أو ما يسمى بديداكتيك الفلسفة. أغلب الطلبة حينما يسمعون كلمة ديداكتيك الفلسفة يلجؤون هذا لديداكتيك الفلسفة، ما الفرق ما بين فقط الديداكتيك العام أو الديداكتيك الخاص؟ لا، ديداكتيك الفلسفة بالنسبة للشخص الذي سيمتحن يجب أن يسير رأسا إلى التخطيط، إلى كيف يجب أن يتعلم وضع تصميم لدرس مفهوم أو لجدادة أو لمجزوءة ككل. وهذه حتى هي عليها 20 نقطة، يعني حتى في التصور العام ملي كنتكلموا على التنقيط، البرامج ديال التنقيط، نقولوا ان التخصص عليه 20 نقطه، 20 سؤال مرتبطه أكيد بالناس، خمسه انشاء فلسفي بالمقومات القصيده والواضحه، مثل ما وقع السنه المنصرمه، قالوا لنا قال كسيدي تكلم على الشخص بين الحر التحرر والاستيلاء، دي اشكاليه كبيره، ولكن كيفاش غتكتبها في سياق قصير؟ يجب أن تكون ماهرا إذا هنا. زيد على ذلك التخطيط، الجدادة لها 20 نقطة، وديداكتيك مادة التخصص التي لها علاقة بعلوم التربية، جداد نظام التربية تكون عليها 20 نقطة، المجموع في الصباح هو 80 نقطة. الذي يجب أن يتعامل معه يجب أن يركز بشكل أساسي، بشكل أساسي الطالب المترشح للمباراة، النص المقالي، ومن بعد ذلك الجدادة، لأن الأسئلة الأخرى قد يحصل وقد قد يكون قد يعني تكون له دراية بها، فلان هو من يجب أن أشطب عليه، يعني قد يعرف بأن قد يعرف مسبقا أن هناك 5 أو 6 أو 10 أسئلة واضحة بالنسبة إليه، ولكن الأخذ يعني عدم تدبيره للزمن قد يجني عليه. بالنسبة للجدالة أو التخطيط التي لها علاقة بديداكتيك مادة التخصص، نتحدث الأستاذ العربي هنا عن مستوى الجدالة. الجدالة فيها مستويات، فيها قريب المدى، المتوسط المدى، البعيد المدى. صحيح. قريب المدى، متوسط المدى، بعيد المدى. لو لاحظ الزملاء او الاصدقاء الذين سيترشحون لهذه المباراه لهذه الجداده اسمح سيكتشفون لنا فيهم السي يوسف، اغلب ما عندناش الامكانيه باش ندوزوا لك هذا الشيء عن بعد. ما فيش مشكله، السي العربي ما زال تخلص بالراد داتا يخر ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. قلت لك هناك مرحبا الجداده استاذ. بمستويات، قصيره المدى، المتوسطه المدى، والبعيده المدى. ملي كنقولوا قصيره المدى مرتبطه بمحور، بمحور بعينه، ومن تنقولوا متوسط المدى قد ومفهوم يتضمن 3 محاور، ومن تنقولوا بعيدة المدى قد تكون مرتبطة بمجزوء. نعم إذا أغلب الامتحانات أو في أغلب الجدادات التي طلبت السنوات المنصرمة كانت إما متوسطة المدى أو قصيرة المدى، لكن أكيد السؤال هل الطالب المترشح لهذه المباراة له دراية بالمادة المعرفية وبالمقرر الدراسي الذي ألحيت عليه في السابق حتى يستطيع أن يملأ هذه الجددة بشكل إجرائي؟ ولماذا قلت أنا إجرائي ولم أقل جددة وصفية؟ لأن الجددة في آخر المطاف هي وسيلة، هي ليست في غاية في حد ذاتها. لماذا أكيد قلت بشكل إجرائي؟ لأن الذي يميز هذا عن ذاك، حينما مثلا تجد أن الأستاذ يضع في عناوين هذا في عنوان الجدادة مثلا الفئة المستهدفة، اسم المادة الفئة المستهدفة، المجزوءة، ربما المفهوم، ربما المحور إذا كان عنده جدادة المحور، ويضع نعم القدرات المستهدفة أو الكفايات المستهدفة التي هي في الأصل موجودة في التوجيهات التربوية، وهذه الوثيقة يجب أن يطلع عليها، نقدر نقول لك أنا خصو يحفظها، هذه بعدها وثيقة خصو يحفظها، التوجيهات التربوية لسنة 2007، خص الطالب ديال الفلسفة أو المترشح للمباراة خصو يشربها مع إذن أستاذ لغة الكريم، التوجيهات الخاصة التاريخ، بالفلسفة 2007. التوجيهات الخاصة خصو يشربها مع، لأنها تعطي تصور
في المنهج الجديد للفلسفة وكيف يجب أن يشتغل عليه في هذا السياق. نعم. وأكاد بأن حتى 8 حتى 10 ما بين 7 حتى 10 الأسئلة تكون من التوجهات التربوية التي لا يتعدى حجمها وريقات، ربما 10 ربما 12 إن كنت أتذكر، تتحدث عن التصميم العام لأستاذ الفلسفة، كيف يجب أن يدرس، على ماذا يجب أن يعتمد، كيف يجب أن يميز ما بين القدرات والكفايات والمؤشرات. إذا في هذا السياق تحديدا، إذا كان على اطلاع بالمقرر الدراسي أو الكتاب المدرسي، وعلى اطلاع أيضا بهذه الوثائق التي نعتبرها مهمة في هذا السياق مثل التوجيهات التربوية التي تخصو يحفظها، غيسهل عليه يوضح لنا الكفايات المستهدفة في الوجود هذا. غتبقى له خطوة واحدة، شنو هي؟ هي المادة المعرفية. المادة المعرفية الجدادة، أنا سأحاول أن أعطي تصور معين حول الجدادة. مثلا أنا أتحدث هنا يعني بتقاطعات، يعني حول التخصص وديداكتيك مادة التخصص، لأن أنا أعتقد بأن ليس هناك انفصال بين التخصص وديداكتيك مادة التخصص، فقط الانفصال في الأجراء. أما في الامتحان كل شيء قدامك، ما كيعطيوكش وقت، كيقولوا لك الساعة تخدم فيها التخصص، وساعة تخدم فيها ديداكتيك مادة التخصص، وساعة تخدم لنا فيها جدادة، وساعة تخدم لنا فيها الكتاب الإنشاء الفلسفي. لا، كيعطيك كل شيء دوكيمون واحد فيه كل شيء، بدا باش بغيت سالي باش بغيت. أنت من يجب أن يدبر الزمن، وأنت من يجب شيء أن يجتاز هذه المباراة بقدراتك الشخصية. قلت بالنسبة للجدادة، لنفترض أن الجدادة مثلا جدادة متوسطة المدى، أو لنفترض أنها جدادة قريبة المدى. نعم. نبقى مثلا نفترض مثلا درس الشغل، درس الشغل بين التحرر والاستلاب. هل الطالب المترشح للمباراة على دراية تامة بالمواقف الفلسفية التي تتحدث في هذا الموضوع؟ إذا لم يكن على دراية تامة بهذه المواقف الفلسفية، سيستعصي عليها أن يملأ الجدادة. الجدادة نتحدث فيها، نضع فيها في الخانة الأولى كما يجب أن يخططها، في الخانة الأولى مراحل إنشاء الجدادة، مراحل التي مثلا هي الأشكال المفهمة المحاجة، مراحل بناء الجدادة، والتي هي هذه الأشكال المفهمة والمحاجة هي الخطوات المعروفة أصلا حتى في الكتابة الفلسفية، يعني أشكال النص ومفهمته والحديث عن الحجج والمناقشة وتبيان حدود حدود هذه الأطروحة، وفي الأخير تعطينا خلاصة عامة. قلت في مراحل هذه الجدادة نتحدث عن الأشكال المفهمة والمحاجة، جنب الأشكال والمفهمة والمحاجة نتحدث عن المضامين أو الأنشطة التعليمية التعلمية، ونقسمها ربما إلى قسمين، هناك من يقسمها إلى قسمين: أنشطة الأستاذ التوجيهية، وأنشطة المتعلم المفترضة، الأجوبة المفترضة للمتعلم. المتعلم الأستاذ حينما يضع أسئلة محددة مثلا حال مفهوم الشغل، ما الذي مثلا يميز شغل الإنسان عن مثلا شغل الإنسان عن شغل النحلة، خلية النحل، هذا مثلا سؤال. الأجوبة المفترضة أن النحلة تشتغل وفق نظام طبيعي، والإنسان يشتغل وفق نظام طبيعي عقلاني، هذه أجوبة مفترضة. مثلا أن الإنسان يعي ما يعمل، الكائنات الأخرى لا تعي ما تعمل، النملة حينما تصنع بيتها أو النحلة حينما تصنع خليتها لا تعي ما تعمل. إذا ما يميز الإنسان عن الحيوان في الشغل هو الوعي، أن الإنسان يعي ما يعمل ويعي ما يفعل، ولذلك تطور النحلة كما كانت موجودة أو النملة في قديم الزمان، لا زالت إلى الآن كما تصورها الإنسان الأول، لا زالت إلى الآن. إذا الأستاذ حينما يضع في المضامين وأنشطة المتعلم وأنشطة الأستاذ الأسئلة التوجيهية والأجوبة المفترضة للمتعلمين، آنذاك يكون قد خطى الخطوة الأولى. جنبها غيوضع الطرق، طرائق التربوية، طرائق البيداغوجية، نتحدث عن طرائق البيداغوجية، جنب الأنشطة أو المضامين نتحدث عن طرائق البيداغوجية. الطرائق البيداغوجية لا يجب أن توضع هكذا بشكل وصفي. مثلا كيجي يقول لك سنعتمد، يضع هو أسئلة توجيهية هنا ويضع أجوبة مفترضة للمتعلمين من حيث
بين الأستاذ والمتعلمين، ويقول لك مثلا هنا اعتمدنا العصف الديني أو الطريقة الحوارية. لا، أعطينا السؤال في الطريقة، ضعها بين قوسين وأعطينا السؤال في الطريقة. ما تقولش غير الطريقة الحوارية أو الطريقة الإلقائية. إحنا هذا خطأ وقعنا فيه، ومن بعد صح علينا هذا الخطأ بهذا الشيء اللي كنقول لكم. إلا كان شي نقط يقدروا يختلفوا فيها الأساتذة، يقدر يقول لك مثلا أن الأستاذ هذا اللي غيتمتحن راه نورمالمون خصو يتكون هذا الشيء في المركز، هذا الشيء خصو يتكون في المركز. لا، جوج الناس في القسم صحح لهم الورقة، أو للمفتش أو للمصحح الورقة صحح لهم الورقة وتتضمن هذه الإجراءات الدقيقة، سيميزهم بشكل تلقائي عن الباقي. واحد كيعطيك الطريقة الحوارية وكيعطي طبيعة النقاش أو السائد في الطريقة الحوارية، طبيعة حال غيميزوا على اللي يكتب غير الطريقة الحوارية أو العمودية أو الأفقية. جنب الطرائق نتحدث عن التقويم، نتحدث عن التقويم. المراحل الثلاث المعروفة في التقويم، هناك التقويم التشخيصي، تقويم تكويني، تقويم الإجمالي أو الإجهادي بمعنى، يعني هذا هو المتعارف عليه لدى الكل، هذا هو المتعارف عليه. يعني التقويم التشخيصي الأستاذ العربي، هناك من يضع تقويم تشخيصي هكذا، التقويم التشخيصي. في حين ما هو السؤال الذي طرحه هذا الأستاذ بشكل توجيهي، واستطاع من خلاله أن يقوم التلميذ وأن يشخص مثلا تمثلة هذه التلاميذ، وأن يعرف مثلا تمثلة هؤلاء التلاميذ حول مفهوم الشغل، أو حول مفهوم الرغبة، أو حول مفهوم الحاجة، أو حول مفهوم الدولة، أو يعني ما هو السؤال. لا يجب أن يضع تقويم تشخيصي هكذا. إذن هنا أشدد على أن الطالب المترشح للمباراة يجب أن يلم وأن يلم وأن يلم بما يوجد داخل الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي ماشي غير وسيلة ديداكتيكية بمطلق المفهوم، ولكنه وسيلة ديداكتيكية تنجيك وتساعدك في أن تتقدم خطوة إلى أمام امتحان. في التقويم قلت يجب أن يضع، يعني التقويم يجب أن يضعه بشكل إجرائي، يعني لا يجب أن يتحدث عن التقويم بإطلاق المفهوم. جنب التقويم يضع ربما وسيلة، الوسائل ليس فيها مشكل، يعني وسيلة الصبورة، لسان العرب، داتاشو، يعني الوسائل أغلبية الجدادة سواء كانت متوسطة أو قريبة المدى أو بعيدة المدى، يعني الوسائل لا نفصل فيها، الوسائل نضعها بشكل دقيق. فيما يخص الأستاذ العربي، فيما يخص الغلاف الزمني، الغلاف الزمني مهم. أغلب الناس اللي أغلب الطلبة المترشحين، وخطأ أنا وقعت فيه بشكل شخصي، ملي كيوضع لك الغلاف الزمني، واخا كيوضع الخانة ديالو خانة صغيرة، لا يضع الغلاف الزمني بشكل دقيق، لا يضع الغلاف الزمني بشكل دقيق. علاش؟ لأنه لا يعرف التوزيع السنوي، على الأقل كفكرة مسبقة التوزيع السنوي، أو لا المدة الزمنية التي يجب أن يشتغل فيها الأستاذ في أي محور أو لأي مفهوم. مثلا كتلقى مثلا مفهوم الشخص، سؤال الوضع البشري، أول درس مفهوم الشخص، إذن لعلهم إذن نعاود الاتصال بالأستاذ يوسف حتى يكمل لنا فعاليات هذه الحصة. موضوع حصتنا طبعا هو ديداكتيك ومادة في الفلسفة، إذن نحاول ربط الاتصال مجددا بالأستاذ سيدي يوسف. إذن لحظات قليلة ويلتحق بنا الأستاذ ونكمل إن شاء الله فعاليات هذه الحلقة التي نتحدث من خلالها على
كذلك نتحدث من خلالها عبر عموم التوجيهات التي يمكن أن نوجهها للمقبلين والمقبلات على مباراة التعليم. إذن انتظار ربط الاتصال بأستاذ كريم سيوسف. أستاذ الكريم، إذا نحاول مرة أخرى الاتصال بالأستاذ الكريم. يبدو أن هنالك إشكال على مستوى صليب الإنترنت، ضعف الشبكة. إذا نعاود الاتصال بالأستاذ الكريم. طيب، إذا ريثما يلتحق بنا الأستاذ الكريم، نحاول أن نسجل بعض الأسئلة التي تفضل بها الأساتذة والأستاذات الذين يتابعون معنا هذا البث المباشر. إذا حاولوا الأساتذة والأستاذات الذين يتابعون هذه الحصة، حاولوا أن تستغلوا هذه الفرصة ريثما يلتحق الأستاذ الكريم، وسجلوا عموم الأسئلة التي يمكن أن نقدمها للأستاذ ويتفاعل معها في إطار هذه الحصة. طبعا جميع الحصص المتعلقة ببكتيك المواد هي مسجلة عندكم داخل هذه المجموعة. إذا الأستاذ الكريم كان يحدثنا قبل لحظات عن عموميات التعامل مع الدكتيك الفلسفة مادة الفلسفة، وقد تحدث لنا عن أهم المنطلقات الأساسية في ذلك عبر التخطيط لدرس مادة الفلسفة، وبين في ذلك المستندات المعرفية لبناء درس ونموذج في مادة الفلسفة. كذلك تحدث لنا عن الطرائق التي يمكن اعتمادها، كذلك من بين النقاط الأساسية التي أشار إليها وتفضل بها الأستاذ الكريم هي النقطة كيفية التعامل مع السؤال الإشكالي داخل الامتحان الكتابي لمادة أو لتخصص الفلسفة. وكل هذه أمور ينبغي الرجوع إليها بالنسبة للمقبلين والمقبلات على هذه المباراة في هذا التخصص، لا بد من الرجوع إليها والاستناد إليها من أجل اجتياز هذه المباراة بنجاح. ثم كذلك أشار الأستاذ الكريم إلى بعض المفاتيح الأساسية التي ينبغي الأخذ بها لمفاتيح النجاح حقيقة في هذه المباراة، وما قد يغفله عموم المترشحين و المترشحات لهذه المباراة. وهو كذلك من بين الأمور التي ينبغي أن يرجع إليها المترشح وأن يضبطها ضبطا تاما حتى لا يقع ثالثة لهذه الانزلاقات إن صح هذا التعبير. إذا ثم الأستاذ الكريم أشار إلى مسألة أساسية، مسألة هامة جدا، وهي الإعداد لهذه المباراة عموما وفق الكتب المدرسية. وأشار هنا إلى إشارة هامة، وهي كون بعض الطلبة والطالبات من المترشحين والمترشحات لا يعتمدون إلا على الكتب المدرسية المتعلقة بالمستويات الإشهادية الثالثة إعدادي، الجذع عفوا، الباكالوريا كذلك.
هذه هي المستويات التي يعتمدون عليها، وهنالك من يعتمد كذلك على بعض الكتب في الجذع المشترك ذلك، ويتخلى عن الكثير، الثانية مثلا، الثانية إعدادي، الأولى إعدادي. والأستاذ الكريم أشار إشارة بليغة هنا، وهي أن الاهتمام بهذه الكتب، بهذه المصادر، وبهذه المراجع كلها هو يشكل تصورا عاما، وتصورا شاملا، وتصورا يبني بعضه البعض. إذن الأستاذ حاول أن يبين بأن المقاربة التي ينبغي أن نقارب بها مادة الفلسفة عبر الكتب المدرسية ينبغي أن تكون مقاربة عامة، لا أن تكون مقاربة جزئية، يعني باعتماد بعض المصادر المراجع دون غيرها. لذلك هذه الإشارة هي إشارة بليغة، وإشارة هامة جدا، ينبغي يعني أن نستوعبها جيدا، وأن ننطلق من التصور الجشفلتي الشمولي الكلي للإحاطة بمختلف المعارف المتوفرة داخل الكتب المدرسية لهذا التخصص ولجميع التخصصات، يعني بالتبع لجميع التخصصات الأخرى. ينبغي أن ننظر بهذه النظرة التي تساعدنا طبعا على الضبط وعلى الاستيعاب. وكذلك تحدث الأستاذ عن كرونولوجيا الإصلاحات، وبين بعض الإصلاحات الأساسية التي ينبغي للمترشح والمقبل على هذه المباراة أن يحيط بها علما من أجل اجتياز هذه المباراة بنجاح إن شاء الله. إذا ريتنا يلتحق الأستاذ، نواصل إن شاء الله حديثنا عن الطرائق الأساسية التي تقطع صوت الأستاذ، يعني كبدا منها هنا بدأ الإشكال، إشكال يعني التواصل. إذا لحظات قليلة إن شاء الله ويلتحق بنا الأستاذ الكريم، ثم بعد ذلك نواصل الحديث حول موضوع ديداكتيك مادة الفلسفة. أستاذ الكريم، إذا كنت معنا في الاستماع فإمكانية إضافتك إلى هذا البث المباشر لا زالت متعذرة، نرجو المحاولة مرة أخرى حتى يتسنى لنا إضافتكم إلى هذا البث المباشر. إذن هي حلقة بالمناسبة حلقة هامة جدا، وحلقة يعني مبنية على القاعدة، يعني الأستاذ كريم حاول أن يبني معنا التصور يعني المؤسس، يعني من بدايته إلى آخره، يعني هو يبدأ معنا من الدرجة الأولى إلى حدود الدرجة مرحبا الأخيرة. مجددا استاذ العربي، إذا اعتذر و في هذه اللحظات يلتقي بنا الأستاذ سيدي يوسف. مرحبا بك أستاذي الكريم. إذا مرحبا مجددا، إذا نواصل اعتذر حديثنا. هذه من حسنات التعليم عن بعد. تجربة رائدة. التجربة الرائدة من حسنات التعليم عن بعد. طيب أستاذي الكريم، أعتذر على هذا الانقطاع الغير هذا مرحبا المفاجئ استاذي، المهم مرحبا استاذي. في سياق حديثنا وتصميم عطفا على واخا مقولة واخا المصري. كاكا استاذي الكريم، واخا سميتو زعما راني قضيت الغرض وبديت كنتكلم لهم على ديك المواقف ديال هذا جون لا بياجي لا، ما نخافش عليك، لا ما نخافش عليك ونيكولا استاذ العربي. ميكافيلي، هما داك الشيء كامل قلت لهم انا، ماشي زعما تقول عاود راني كاع هذا، راني شويه تقليد نيكولا ميكافيلي. انا قلت شويه زعما في داك الشيء. لا لا، ما عندي ما يتسالك، راك حامل لي المشعل، حامل لي المشعل. وحفظكم استاذي، وحفظكم. عطفا على ما قلنا استاذ العربي بخصوص هذا التخطيط الذي تحدثنا فيه وميزنا فيه بين القصير المدى والمتوسط المدى والبعيد المدى، قلنا يجب ان تكون لدى الطالب المترشح ماده معرفيه تمكنه الى من ملء هذا التخطيط او هذا التصور الذي يضعه بشكل مخطط. يعني وهو يتحدث مثلا كما قلت في درس الشخص او الشغل او يعني في مختلف المستويات، يجب ان يراعي خطوات وضوابط معينه. ان وجدت لديه كان له اجران، ان لم توجد له كان له اجر. بمعنى اخر، اذا اجتهد سيحصل فقط التصور العام، سيضع مثلا في مختلف الخانات مثلا الشبكه المعهوده من حيث مراحل مثلا وضع التخطيط، من حيث الاشكال المفهومه المحاجه، وكذلك المضامين او انشطه التعلم، والاسئله التوجيهيه للاستاذ، والاجوبه المفترضه للمتعلم، وكذلك طرق التدريس التي قلت يجب ان تكون طرقا اجرائيه. يعني نعم والطرق اجرائيه لا يمكن ان تكون، لا يمكن ان يمرنها، ان يكون الاستاذ
قادر على تكييفها وفق تلك الوضعية إن لم تكن له مادة معرفية صحيح. بلغة صريحة وواضحة. زيد على ذلك التقويم، قلت أن التقويم يجب أن يكون إجرائيا، لا يجب أن يتحدث عن التقويم هل هو تكويني فقط أم إجمالي أم يجب أن يضع مثلا السؤال أو المؤشر الذي يدل على أن هناك تقويم، وكذلك الوسائل التي سيتحدث عنها بشكل عادي كما يتحدث عنها الكل، نعم والغلاف الزمني الذي توقف عنده البت وانقطع، الغلاف الزمني. بالنسبة للغلاف الزمني الأستاذ العربي مهم، نعم لأن ما يمكنش تكون أنت كدير ليا جدادة أو تخطيط لها الدرس نعم وأنت في نفس الوقت ما عارفش التوقيت اللي غتخطط فيها الدرس. ما أكيد يمكنش أنت ما عارفش بأن مثلا مفهوم أو محور مثلا الشغل خصو ساعتين للمكانة، دير لي فيه 4 سوايع أو لا دير لي فيه ساعة للمكانة. الغلاف الزمني يقدر يعرف أن ذاك المصحح يقدر يبين له بأنك لم تخطط بشكل كاف هذا الدرس ولا تعي ما تخطط. بمعنى آخر أن التخطيط يتبعه التدبير، التدبير هو إفراز موضوع للتخطيط. إذا لم أكيد تعي يعني الغلاف الزمني الذي ستخطط داخله وتؤطر هذا التخطيط داخله، لا يمكنك أن تدبره داخل القسم بشكل جيد. يعني نعم بمعنى آخر، لا يمكنك أن تضع مدة زمنية محددة مثلا في الأشكال، أكيد يعني لكي تبرز عنصر المفارقة يجب أن يكون هناك وقت محدد واضح. لا يمكنك أن توضح مثلا عنصر المفارقة في هذه الأشكال إن لم يكن لك وقت، يعني لك تصور مسبق حول الغلاف الزمني الذي يجب أن تخطط داخله. ولو نعم أن أغلب الأساتذة الذين يمارسون حاليا يشتكون من أن التخطيط لا يرقى المطلوب بحسب الغلاف الزمني المطلوب. دائما هناك نقص، دائما يلجأ الأستاذ إلى تقديم دروس موازية أو ما يسمى نعم بدروس الدعم لكي على الأقل أن يعني يسدها مثل هذه الثغرات. ونعطيك مثال مثلا من أحد الدروس المعروفة في الأولى بكالوريا أي في السيزيان، نعم مثل درس الفن، مفهوم نعم الفن باعتباره محاكاة وكذا وكذا، نقدر نقول 80% من الأساتذة على المستوى الوطني ما كيوصلوا ليش، حتى وإن وصلوا له يمرون عليه مرور الكرام. لماذا؟ لأن تدبير الزمن أو تخطيط ذلك الزمن وفق جدادة معينة لا يرقى دائما إلى هذا المستوى. ولكن بما أنك أنت مترشح وتريد أن تجتاز، يجب أن توضح للمصحح سواء كان مفتشا أو بأنك على دراية بأن هذا المحور لا يجب أن يتعدى الغلاف الزمني فيه ساعتين. نعم المجزوءة مثلا، المجزوءة كما هو مثلا مجزوءة الطبيعة، مثلا مجزوءة الطبيعة الثقافة، مجزوءة نعم الطبيعة، مجزوءة الطبيعة والثقافة كما هي موجودة في الغلاف الزمني ديالها في الأسدس ككل، يعني بالتدقيقات ديالو خصو 30 ساعة، 30 ساعة في الأسدس الثاني و30 ساعة في الأسدس الثاني، يعني 60 ساعة. السؤال نعم اللي كيتطرح، هل يسير الأستاذ، هل يرقى إلى تكييف هذا الغلاف الزمني مع مختلف هذه المحاور والإشكالات؟ لكن بالنسبة إليك يجب أن توضح بأن هناك اختلاف. وأنا أتذكر ربما في أحد الامتحانات السابقة، حيث أنا اشتغلت على الامتحانات بزاف باش انا كنت باغي ندوز المباراه، اشتغلت على الامتحانات بزاف، يمكن اعطاهم جدادات مجزوءه ان كنت اتذكر، جدادات مجزوءه. وجدادات نعم مجزوءه في الجذع المشترك تختلف عن جدادة مفهوم او محور في الاولى بكالوريا وفي الثانيه بكالوريا. هذه مرتبطه بديداكتيك الماده، جدادة مجزوءه في الجذع المشترك. لان اعطيك مثال، نعم التوجيهات التربوية التي ألحيت على قراءتها وقلت بأن إنجيل يجب أن يحفظه أساتذة الفلسفة الذين نعم سيترشحون لهذه المباريات، تقول بأن هناك مستويات في التعلم لدى التلميذ. المستوى أكيد الأول في الجذع المشترك هو مستوى التعرف، لا يتجاوز غير ذلك، مستوى التعرف، أي أن التلميذ هو في مرحلة يتعرف فيها فقط على
مفاهيم جديدة دخيلة، مثل مفهوم الفلسفة، مفهوم السؤال، مفهوم الدهشة، مفهوم الأشكال، علاقة الفلسفة بالعلم، علاقة الفلسفة بالدين، علاقة الفلسفة بالمنطق. نعم بمعنى هناك أشياء واضحة في هذا السياق. ملي كتلقى أن التلميذ في مستوى التعرف، واش ملي غتجي غدير لجداد طلب منك هو دير لجداد هذا المحور، واش غدير فيها المحاجة؟ واش غدير فيها المحاجة المحاججة بصيغة واضحة أكثر، واش غدير فيها المحاججة؟ المحاججة ما كتقراش في الجذوع المشتركة. لأن لماذا؟ لأن التوجيهات التربوية دستور المشرع المغربي في مادة الفلسفة كيقول لك أن التلميذ في مرحلة التعرف، ما يمكنش أنت غتجي تصاوب لجداد ودير فيها المحاجة. المحاجة ممكن فوقاش ممكن ديرها؟ ممكن ديرها من تكون كتشتغل على محاور من المستويات الإشهادية. لماذا؟ لأن التلميذ بطبيعة الحال انتقل من مرحلة الجذع المشترك اللي هي مرحلة التعرف، إلى مرحلة الأولى بكالوريا التي هي مرحلة التمرس، إلى المرحلة الثالثة في البكالوريا اللي هي، أو الثانية البكالوريا اللي هي مرحلة التمكن. المشرع المغربي في المجال التربوي وفي التوجيهات التربوية في مادة الفلسفة بالضبط كيقول لك أن التلميذ في البكالوريا خصو يكون متمكن. نعم متمكن من ماذا؟ متمكن من كتابة منهجية مضبوطة وفق قواعد وضوابط معينة، وهذا ما يغيب لدى المترشح بنفسه في الكتابة المنهجية، في الكتابة الإنشائية في الدرس الفلسفي. ملي يكون كيجتاز المباراة التأطير، كيدير تأطير فضفاض فيه مفارقة ربما لا ترقى إلى مستوى المفارقة، وكيبدا يناقش، كيجيب تصورات بالعرارم، يقدر يناقش مثلا مفهوم معين في تاريخ الفلسفة، في حين أنه في حاجة ماسة فقط إلى موقفين، نعم جوج المواقف. هذا فيما يخص الإنشاء. بمعنى آخر أن المادة المعرفية، أو لأن الجدادة يعني هي مسألة متكاملة الأطراف. الجدادة ما يمكنش يدير فيها الحجاج في المستوى الجذع المشترك، غيدير الجدادة ولكن بمقومات بالمادة المعرفية المطلوبة في المقرر ديال الجذع المشترك. طيب غيدير أستاذي مثلا، الكريم سي يوسف، اسمحوا لي أن أقطع حديثكم في هذه النقطة بالضبط. تفضل. إعداد البطاقة التقنية وما يعرف بجدادة في هذا المستوى الآن الذي تتحدثون عنه، هل يراعى فيه ما يعرف اليوم بالكفاية النوعية؟ هل يخدم الكفاية النوعية؟ يعني هذا الشكل الذي تتحدثون عنه؟ أنا قلت في البداية بأن الجدادة هي غاية وليست وسيلة. طيب هي وسيلة، عفوا أنا قلبت الأمور، هي وسيلة وليست غاية. وسيلة، نعم الجدادة هي وسيلة، بمعنى هي أداة. الغاية ماذا؟ الغاية هي أن تتحقق كفايات معينة عبر مؤشرات واضحة. ممتاز واضح والكفايات حتى في التوجيهات التربوية هناك 5 كفايات واضحة. هناك الكفاية التكنولوجية، الكفاية الاستراتيجية، الكفاية التواصلية، الكفاية الثقافية، الكفاية المنهجية. 5 كفايات في التوجيهات التربوية. المترشح للمباراة اللي رجع لهذا يلقى 5 كفايات معروفة، وهي تتضمن قدرات، والقدرات تتضمن مؤشرات واضحة. ملي كنتكلموا على الكفاية الثقافية هي كفاية عامة، ولكن ملي كنتكلموا على الكفاية المنهجية نتكلم عنها بمعايير مضبوطة. بمعنى آخر، الجدادة هي وسيلة تمكن المدرس داخل الفصل الدراسي من تدبير الزمن الذي سبق أن خطط له بشكل نظري. بمعنى آخر، لا يجب أن يبقى درس الفلسفة في ذهن الأستاذ درسا نظريا، بل يجب أن يعمل على أجرياته على أرض الواقع. ولهذا جاء ما يسمى بعلم التدريس أو الديداكتيك، لأن وظيفة الديداكتيك في آخر المطاف الأستاذ العربي هي نعم وظيفة، وظيفة أجراء، وظيفة نقل، نقل المعرفة من مجالها العالم، أي المجال النظري المرفوع في عوالم أخرى، إلى المجال المحسوس، إلى المجال الواقعي. ولهذا نطلب دائما إلى تحقيق كفايات معينة وفق منهجية معينة ووفق ضوابط معينة. إذا الجدادة هي وسيلة، وهي تحقيق كفايات، تحقيق كفايات، كفايات هي لا تحقق كفايات، ولكن تساعد الأستاذ على أن يحقق هذه الكفايات. يعني هي وسيلة في تحقيق هذه الكفايات بهذا المعنى. أنا نعم لماذا ركزت على الجدادة أساسا الأستاذ العربي وعلى النص المقالي؟ لأن هذو هما اللي كيفصلوا فيهم الأساتذة المصححين الامتحان ديال الأساتذة المتعاقدين، هذو هما اللي كيفصلوا فيهم ما بين المترشحين للمباراة. طيب يقدر أغلب
اغلب المترشحين للمباراه في 20 سؤال الاولى في ماده التخصص و20 سؤال اخرى في ديداكتيك ماده التخصص قد تكون متفاوته بنقط ضئيله، يعني هذا فايت هذا بنقطه بجوج، ولكن النص المقالي والجداده هي الفيصل الحاسم بميتهم. الى دوز الصباح مزيان، وحنا نستبشر خيرا ان هؤلاء الزملاء الكرام اللي متبعين معنا هذه الحصه حاليا هذا في اللايف ان ينجحوا ان شاء الله في المباراه، نستبشر خيرا في ذلك. الى استطاع يكتب النص ويتوقع بان راه ما غيقدرش يفوت جوج صفحات وفق ضوابط معينه ودوز الصباح مزيان، في العشيه الامور تكون عنده مزيانه، لان في اخر المطاف المترشح للمباراه من كثره ما كتب في السنوات الاخيره في هذه الخمس سنوات الاخيره حول علوم التربيه، ومن كثره ما كتب حول المستجدات، ومن كثره الاصلاحات في منظومتنا التربويه لم نعد نعرف من اين سنبدا. ملي كيبغي يوجد كيبغي بريباري كيكثر عليه الشغل كيبقى يشوف كيقول اذا منين غنبدا، انا ارشده من الان الكتاب المدرسي اولا ان يكون على اطلاع بالمواقف مواقف الفلاسفه، يعني ان يعني تكون واضحه في ذهنه كاشكالات فلسفيه، لان الفلسفه في اخر المطاف هي اشكالات. زيد على ذلك الجداده، يجب ان يكون على اطلاع بالجداده وبالغلاف الزمني الذي يؤطر الجداده سواء كانت قصيره او متوسطه او بعيده المدى. طيب استاذ الكريم، سيدي يوسف اسمح لي مره اخرى ان اقطع حديثكم في هذه النقطه. ما انكم تتحدثون عن الجداده، هناك من المتتبعين من يتساءل عن ما هي اهم المراحل التي يمكن اعتمادها في ماده الفلسفه من اجل اعداد هذه البطاقه او هذه الجداده. المراحل ساعيد ان اذكرها مجددا، المراحل المعهوده لونتيك، نتحدث عن المادة، نضع المادة المجزوءة، الفئة المستهدفة، المفهوم، المحور، هذا بشكل عام، هذا المراحل التي تؤطر بأن هذه البطاقة التقنية هي موجهة مثلا للأولى بكالوريا علوم وليس لأولى بكالوريا أدب مثلا، الفئة المستهدفة كذا وكذا. في الجانب الثاني نضع ما يسمى بالكفايات المستهدفة أو القدرات المستهدفة وتكون واضحة في الجانب، يعني مثلا في هذه الورقة مثلا أستاذ العربي نكتب هنا المجزوءة، المادة المجزوءة، المفهوم، المحور، وهنا نضع القدرات، وهنا نضع بشكل واضح القدرات التي نريد نبتغي أن نحققها. صحيح. من بعد كنوضعوا الشيما، كنسطروا الشيما، هذا الشيما كنوضعوا فيها مراحل بناء الدرس، مراحل بناء الدرس. إذا كنا الجدد غنديروها مثلا في محور أو في مفهوم معين في مستوى إشهاري ديال البكالوريا، مثلا الهوية الشخصية، مثلا الهوية الشخصية كنديروا مراحل بناء الدرس، الأشكال، مش كنبداو بالأشكال، الأشكال، نعم الأشكال، كنديروا الكارو الثاني اللي فيه أنشطة المتعلمين، أنشطة الأستاذ باعتبارها تتضمن أسئلة توجيهية، وأنشطة المتعلمين. زيد على ذلك طرق البيداغوجية حداها، هذه المرحلة الثالثة، طرق البيداغوجية. زيد على ذلك الوسائل الديداكتيكية، تقويم، دعم كيضيفه الأساتذة، الدعم ماشي ضروري اللي غيجتاز الامتحان يديرو، الغلاف الزماني. هذه هما المراحل، مراحل بناء، هناك مراحل بناء الدرس، أنشطة الأستاذ هم اللي كيسميها بالمضامين، أنشطة كنديروا المضامين، أنشطة الأستاذ مع الأسئلة التوجيهية تتضمن أيضا حداها في جنبها الأجوبة المفترضة أو أنشطة المتعلم، أجوبة المفترضة لدى المتعلم، حداها طرق البيداغوجية، حداها وسائل ديداكتيكية، حداها التقويم، حداها الغلاف الزمني. الدعم بلا ما كنديروه، يعني الدعم انت ما ماشي انت في الامتحان ما غديرش الدعم. هادو المراحل الرئيسية في جدادة واضحة المعالم. لو وضعت التصور العام أو الإطار العام لهذه الجدادة أو لهذا التخطيط بهذا الشكل،
انا داك ستجساس الخطوه الرئيسيه اللي هي الماده المعرفيه. ملي غتبغي تتكلم لي مثلا على الهويه الشخصيه، واش عارف شكون تكلم في الهويه الشخصيه مثلا؟ الا ما كنتيش عارف شكون تكلم على الهويه الشخصيه، غتحط لي شيما هكا، يقدر المفتشي ولا المصحح الا تعاطف معاك يعطيك نقطه بسيطه محدده بحكم انك اجتهدت. أكيد. ولكن الا عندك الماده المعرفيه، غتملأ الماده المعرفيه اجرائيا، غتوضع الاسئله التوجيهيه المفترضه للاستاذ، الاسئله التوجيهيه للاستاذ، وقبلتها الاجوبه المفترضه للمتعلم. وفي الطرق البيداغوجيه اذا تبنيتي طريقه العصف الذهني، مثلا طريقه العصف الذهني من حيث انك اثرت اشكالا يخص هذا المفهوم، اثار زوبعه ذهنيه لدى المتعلم. هذه الزوبعه الذهنيه يجب ان توضحها عبر سؤال. درتي طريقة العصف الذهني، وضح السؤال، اطرح السؤال اللي خلى هذا العصف الذهني يتخلق. قبلتها، قبلت الطرق، كيف ما انا نعاود نكرر، قبلت الطرق، الوسائل، التقويم، واشدد على ان التقويم يجب ان يكون اجرائيا ايضا، لا يجب ان يكون عصفيا. الغلاف الزمني، التقويم، الغلاف الزمني في اخر المطاف، قدام قلنا ما كنديروش. إذن هذا نعم هو واضح، التصور للجدد الأستاذ العربي. نعم واضح. نقطة أخرى حتى لا تفوتني يجب أن أشير إليها في هذا السياق، وهذا يتطلب ذكاء وملاحظة وبصيرة لدى الطالب الذي يجتاز الامتحان. نعم في بعض الأسئلة، أنا أتذكر في بعض الأسئلة التي طرحت الامتحان في علوم التربية تحديدا، ما كيقولكش ضع جواب علامة أمام الجواب الصحيح، ضع علامة أمام الجواب الخطأ. كيعطيك أربعة الاحتمالات صحيح، أربعة الاحتمالات، واحد فيهم خطأ، أنت كتقلب على الجواب الصحيح. إذا كنت منتبها بشكل جيد، وهذا هذا أنا ها هو أمامي، أنا الامتحان هو أمامي، مازال كنشوف فيه، وأتذكر تلك الواقعة ديال أن الورق الامتحان محسوبين محدودين، وكيف نعم أن الطلبة المترشحين وقع بيناتهم صراع على شكون ياخذ الورق يولي يجاوب، ومع العلم ان المصحح في الامتحان كيقول لا يجب ان تستخدم المبيض. كيعطيك احتمالات، خمس اسئله فابور مشاو، خمسه الاسئله فابور مشاو، ها ضع نعم جواب الخطا، لجواب الخطا. اذا يجب ان تكون على بصيره وان تكون منتبها الى هذه المزالق، لانه اذا وقعت في هذه الهفوه ضيعتي خمس نقاط او اربع نقاط، يعني حقك، ضيعتي حقك، ضيعتي راسك بيدك بهذا المعنى. هذا الى جانب هذه النقطه التي شددت عليها في البدايه، اشدد على نقطه ان الانسان يجب ان يقرا السؤال ويفهمه جيدا، لان فهم السؤال هو نصف الجواب. الا فهمت أكيد. السؤال وما وقعتيش في خطا، راك جاوبتي. هذا في التصور العام السي العربي حول ديداكتيك ماده الفلسفه. قلت ايضا حتى لا يفوتني، لا يجب ان انسى، بالنسبه للاطر المرجعيه، بالنسبه للاطر المرجعيه، غالبا كثير من الزملاء من يتساءل شنو كنقصد بالاطر المرجعيه. الاطر المرجعيه هي المذكرات التي لا علاقه بمثل مذكرات التقويم، وانا اتذكر هنا هي قدامي اطر المرجعيه لاختبارات ماده الامتحان الوطني الموحد للبكالوريوس سنه 2014. هذه وثيقة أساسية يجب أن تقرأ. لماذا؟ لأنها تتضمن معطيات تفصيلية، منها كيطرحوا أسئلة. الأطر المرجعية، القانون الإطار 51، إن كنت أتذكر 17 أو 19، قانون الإطار المحدث، التوجيهات التربوية، الرؤية الاستراتيجية، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حافظة المشاريع التي تتضمن 16 حقيبة، حافظة المشاريع التي تتضمن 16 حقيبة، كرونولوجيا الإصلاحات، كل هذه تتضمن نقاط وأسئلة موجودة، إذا اطلع عليها الباحث سيجتاز هذه المباراة بشكل سلس، وسيكون إن شاء الله من الموفقين. نعم. لو في السي العربي إذا كان شي سؤال مرحبا تفضلوا. طيب أستاذي الكريم، من بين الأسئلة التي يمكن أن تتفاعل معها، سؤال يقول: هل يمكن كتابة أسئلة على مستوى الجدادة، طبعا إعداد الجدادة، هل يمكن كتابة بعض الأسئلة للتلميذ بالرغم من أنه هو غائب؟
هل يمكن كتابة بعض الأسئلة للتلميذ نعم الجداد؟ نعم كيفاش يكون التلميذ غائب وانت تكتب له الأسئلة سين عربي؟ معنى أظن أن السائلة تقصد يعني هل يمكن أن ندخل بعض الأسئلة المتعلقة بالمتعلمين بالرغم من أننا نجتاز الامتحان؟ السي العربي، نعم الأمر بين على واضح، أنت تجاز امتحان، راه حتى الأسئلة اللي كيطرح الأستاذ أنت راك ماشي أستاذ، أنت تطرح أسئلة مفترضة توجيهية للمتعلم، أسئلة توجيهية دقيقة للمتعلم، وتفترض إجابات قد تكون متناقضة. التلميذ راه ما كاينش، نعطيك مثال، المثال سيكون واضحا باش يتضح الإشكال أكثر. الأستاذ وهو يحضر لهذه البطاقة التقنية داخل المنزل، في المنزل ديالو جالس في دارو كيحضر الجدادة، ويفترض أجوبة المتعلمين، يضع أسئلة توجيهية، أنا أسأل حول طبيعة الشغل أو التمييز ما بين حول مفهوم الشغل، ما بين مثلا ما الذي يميز شغل الإنسان عن شغل الحيوان، نعم أضع أجوبة مفترضة، أنا أحضر في المنزل، لماذا أضع هذه الاحتمالات؟ لماذا أضع هذه الاحتمالات؟ أضع هذه الاحتمالات لأني أتصور أسوأ الاحتمالات، أتصور أن ربما أن يكون هناك إشكال أو سؤال ربما قد يؤرقني. أنت كدوز صحيح الامتحان، أنت كدوز الامتحان، حط نصي للأجوبة المفترضة للتلاميذ، ونبينا عليه السلام ما غتخسر والو. لأساسه هو يكون عندك داك الشيء واضح وسليم. لأساسه يكون عندك داك الشيء واضح وسليم. بالنسبة للمقرر الدراسي، يعني اغلب الاسئله، لا سواء التخصص ولا في ديداكتيك ماده التخصص، اغلب الاسئله تكون من المقررات، نعم وتكون من اغلب الاسئله تكون من المقررات، وتكون من هذه المستجدات التي مرتبطه بالاطر المرجعيه، مرتبطه بالقانون الاطار. وانا اتذكر القانون الاطار تطرح فيه تقريبا على الاقل واحد خمسه ولا سته الاسئله. اذا الذي طلع على القانون الاطار يكسب خمسة ولا أربعة ديال النقاط ديالو. لماذا؟ فقط لأنه اطلع عليه وعرف ما يجول داخل هذا القانون الإطار. إذا اطلاعك على هذه المستندات ووضعك لتصميم واضح لهذه الإشكالات وتلخيصك أو لفهمك لهذه التصورات أو للإشكالات الموجودة في مقررات الفلاسفة، وعدم اعتمادك على البعض واستغناؤك على البعض الآخر، يعني توجد ليش في البكالوريا وتستغنى على الجدع، ولا توجد في الجدع وتستغنى على الأولى بكالوريا، سيأتي بك الخطوتين إلى الأمام وإن شاء الله غتكون من ناجح. ونتمنى أن نكون قد قدمنا تصورا ربما واضح حول نعم أستاذي هذا الكريم، مزايا الصلاة العربية. نعم أستاذي الكريم، ويمكن أن أظن أنه يمكن أن نضيف إضافة عامة بهذا الخصوص، وهي أن المترشح على مستوى الامتحان أو الامتحانين الكتابي وكذلك الشق الشفوي، فبمجرد أن تقبل على هذه المباراة اللجنة على المستويين الكتابي والشفوي تتعامل معك وكأنك أستاذ بطبيعة الحال. وكذلك هنالك بعض الأسئلة على مستوى الامتحان الكتابي التي يتم التعامل فيها مع المترشح واختباره كذلك وامتحانه في قدراته في التعامل مع المتعلمين، لذلك هذا الجانب ينبغي استحضاره. هناك من يعني يبعد نفسه من الأستاذية بمجرد أنه يجتاز هذا الامتحان كما جاء على لسانكم أستاذ الكريم، وكما هو معلوم أن المترشح ينبغي أن يعلم يقينا بأنه أستاذ منذ الوهلة الأولى التي يدخل فيها الامتحان الكتابي، وبالتالي جميع الأسئلة. التفكير الإيجابي، نعم نعم التفكير الإيجابي أساسا، التفكير في النجاح، نعم يجب أن يفكر في النجاح، لا لا يجب أن الجانب، يفكر في الرزق. نعم صحيح، لكن الجانب الأكبر من هذا كله هو أنك عندما تختبرك هذه اللجنة هي تختبر أستاذا، مشروع أستاذ، وبالتالي ينبغي أن تكون لك القدرة والأهلية على التعامل مع المتعلمين، ويتم اختبارك في هذا الأمر على المستويين الكتابي وكذلك على المستوى الشفوي، على المستوى الكتابي في ما يتعلق بالنقل الديداكتيكي وتبسيط المعارف وتسهيلها إلى غير ذلك وطريقة تناولها، وكذلك على المستوى الشفوي. إذا أستاذي الكريم، من بين الأسئلة كذلك الأساسية التي تفضل بها بعض المتتبعين سؤال، يعني قال هل يمكن أن نفهم من كلامكم وتوجيهاتكم
أن الامتحان في مادة الفلسفة ينبغي فيها أن نعتمد على ما هو تقني أكثر مما هو معرفي. سؤال واضح وسؤال جيد، وأشكر صاحب هذا السؤال من هذا المنبر. هل يمكن أن نعتمد على ما هو تقني أكثر مما هو معرفي؟ لا، لا يمكن أن نعتمد على ما هو معرفي أكثر مما هو تقني، ولكن إن كان ما هو معرفي ما إلى جانب ما هو تقني سيكون أفضل. أعطيك مثال: الذي نعم يعتمد على المقررات، على الكتاب المدرسي، يعتمد على الكتاب المدرسي يعني له وجهة قصيدة بأنه سيجتاز المباراة، بمعنى آخر أنه يعرف ما يفعل. ولكن إن كانت له نقص في المادة المعرفية، في إشكالات الموجودة مثلا في تاريخ الفلسفة، ربما سيضعه في مآزق، حتى وإن اجتاز الكتاب نعم سيضعه في المآزق، يعني حتى ولو اجتاز الخطوة الأولى سيضعه في مآزق. أنا لماذا أركز على الكتب المدرسية؟ لأن صدقا أغلب الامتحانات وضعت من الكتب المدرسية، باستثناء الامتحان المنصرم، الامتحان ديال السنة المنصرمة وضع فيه نص انتقده حتى الأساتذة المكونين في المراكز والدكاترة، أغلب الأساتذة المعروفين في الساحة في هذا ديال علوم التربية. ما هو تقني أساسي مرتبط بتخطيط واضح، مرتبط بكتابة واضحة، مرتبط بمنهجية واضحة، ولكن ما هو معرفي لا غنى عنه. قد يحضر لك لديك ما هو معرفي ويدفع بك خطوة إلى الأمام، ولكن إذا حضر لديك ما هو معرفي وما هو تقني قد يدفع بك إلى أقصى المدى. لكن إذا حضر لديك ما هو تقني فقط، يعني صدقني أنك ستعيش صعوبة في اجتياز هذه المرحلة. وأنت تحضر هذه الجدادة مثلا، كتبت إنشاء فلسفيا تعتقد بأنك حاولت أن تطبق فيه مجمل الشروط، نعم الأشكال، التأطير العام لهذا المفهوم، الأشكال، أبرزت عنصر التناقض أو التوتر أو المفارقة فيه بالأشكال، وضعت الأسئلة في العرض، تقدمت بتحليلي لهذا المفهوم أو لهذا المحور، أعطيتنا الموقف، حللت هذا الموقف، قدمت موقفا معارض، حاولت أن تبين قيمة وحدود هذه الأطروحة، خرجت بخلاصة عامة مزيان. هذه راها تقنية، ولكن واخا عارف انت هذه التقنية وما عندكش المادة المعرفية غتجاوب، نعم انت عارف الخطوات. أعطيناك، قلنا لك سيدي اكتب لنا حول علاقة الفلسفة بالدين من تصور واضح، يقدر يحدد لك المفكر، يقول لك ابن رشد، وابن رشد كاين النص ديالو في الجدع المشترك. إلا ما كانش عندك دراية بالمادة المعرفية على الأقل اللي هي في الجدع المشترك، على الأقل ما تجاوبش. ناهيك إن لم يكن لك باع أو في تاريخ الفلسفة في هذه المذاهب، بمعنى آخر أن المادة المعرفية مسألة لا غنى عنها. الطالب الذي يجب أن يترشح يفترض فيه قبل ما يقرأ، بلا ما يقرأ التوصيفات التي تضعها الوزارة ديال الامتحانات، اللي هي المذاهب الفلسفية، العلاقة الفلسفة بالدين، المجال الفرعي الثاني، علاقة الفلسفة بالأخلاق، علاقة الفلسفة بالمنطق، يفترض فيه أنه له اطلاع. وحينما أقول اطلاع، له اطلاع على الأقل بمباحث ثلاثة موجودة في تاريخ الفلسفة، انطلاقا من العهد اليوناني القديم، مرورا بالعهد الحديث اللي هو الفترة الحديثة، العصر الحديث، إلى الفترة المعاصرة، مرورا أي بدءا من مبحث الوجود الذي هو مرتبط أساسا بالباراديغم القديم، الباراديغم اليوناني، إشكالات كانت تطرح، إشكالات وجودية بامتياز، مرورا بالعصر الحديث الذي كنا نتحدث فيه عن إشكالات معرفية، يعني الإشكالات التي تتحقق فيها المعرفة عند هذا الإنسان في علاقته بالطبيعة، مرورا إلى العصر، إلى الفترة المعاصرة التي أصبحنا نتحدث فيها عن عن جانب القيمة لدى هذا الإنسان في علاقته بالبعد التقني، بالبعد الأخلاقي، بالبعد السياسي. إذا كنت تمتلك مادة معرفية، لا أقول رصينة أو وازنة في هذا السياق، ولكن مادة معرفية تمكنك على الأقل أن تجتاز هذه المرحلة. لماذا؟ لأن الامتحان يطالبك بأن تناقش بتصورات فلسفية واضحة لا غنى لك عنها. أعطيك مثال، وهذا وأنا أتذكر في أحد الأخطاء التي وقع فيها أحد الزملاء، اجتاز معنا المباراة، كنا دوزنا وعطونا نص ديال الشغل بين التحرر والاستيلاء،
النص ديال احد المفكرين اسمه هنري اورفون. هنري اورفون راه النص كاين حاليا موجود، نعم ما عرفو حتى واحد. اللي جاوب على داك الاسئله ديالو جاوبه بالحدس، جاوب بالحدس. بمعنى اخر نذكر بعض النقاط خمسه اللي كنا نطمع في كنطمعوا فيهم وانا نامل بان نجتاز به المباراه، ما ربحناهمش ماشي ديالنا. ولكن الخطير في الامر لان ذلك الصديق عنده الماده المعرفيه ناقصه مش كيناقش النص الموجود. ولو ان النص يتبنى تصور ادم سميث في الاقتصاد، كيف يميز بين اقتصاد المجتمع البرجوازيه وبين اقتصاد المجتمع الاقطاعيه وبين، نعم ناقش النص. ما مطلوبش منك تناقش النص، ماشي بالضروره النص، هذا النص اللي كيتعطل لك في الواجهه ما تناقشوش، تقدر تدخله كموقف يزكي هذا الطرح. ولكن وانت تكتب يجب ان تستحضر ماده معرفيه تغنيك عن ما هو موجود في النص. اعطيك مثال، هذا مفهوم الشغل بين التحرر والاستيلاب، الى رجع الطالب المقرر او الكتاب المدرسي الاولى بكالوريا سيجد انه يتحدث عن، يتحدث سيجد هناك موقفين اثنين واضحين. هادشي علاش انا كنقول الا ما كانش المقرر ما غتعرفش فين غتلعب، ما غتعرفش شنو غتكتب. أكيد صار ماركس يقول بان الشغل يشكل عنصر استيلاب للانسان، هذا ماركس، كارل ماركس الصور ديالو للرأسمالية المتوحشة من خلال كتابه رأس المال. من بعد منو كتقلب الورقة كتلقى سارتر، ماركس ألماني في سياق آخر من جانب اقتصادي يتحدث عن الرأسمالية. ومن كتقلب كتلقى سارتر، سارتر يتحدث من نزعة وجودية خاصة ذات أفق واضح وذات منحة واضح وخلفية نظرية واضحة. كيقول لك لا، الشغل هما كيتحدثوا بجوج على مفهوم واحد. ماركس يقول الشغل يشكل عنصر استيلاب للإنسان المقهور، عنصر استيلاب للإنسان للمقهور. وسارتر يقول بأن الشغل يشكل عنصر تحرر لهذا الإنسان المقهور. ما معنى هذا؟ معناه أن ماركس حينما يحلل هذا التصور يحلله وفق تصور اقتصادي محض، لا علاقة له بالبعد الوجودي، ويحلله وفق تصور اقتصادي محض. وحينما يحلله وفق تصور اقتصادي محض يفسره بأن يفصل المجتمع إلى طبقتين، طبقة تملك وسائل الإنتاج أي الطبقة البرجوازية، وطبقة فقيرة تشكل قوى الإنتاج. والطبقة البرجوازية التي تملك وسائل الإنتاج تتحكم وتستنزف قوى الإنتاج أي الطبقة الكادحة. إذن الشغل في آخر المطاف هو عنصر استيلاب، وزيد عليه البعد التقني. ولكن سارتر من الزاوية الأنطولوجية ماذا يقصد؟ إذا طرحتي غير هذا الإشكال بالنسبة للمصحح غتعرف تجاوب، غتجاوب ماذا يقصد مثلا بأن الشغل يشكل عنصر تحرر؟ يشكل عنصر تحرر لأن الإنسان من خلال الشغل دائما ما يطمح إلى أن يغير من الوضعيات التي هو يوجد فيها الآن. حينما يشتغل دائما إلى أن يطمح إلى أن يصنع من نفسه إنسانا آخر، شخصا آخر. إذن هذا بعد أنطولوجي. الشغل لا يعني بالأفق الضيق أو الأفق الاقتصادي كما تحدث عنه ماركس يشكل، يسلب حرية الإنسان، يسلبه إرادته، يسلبه تفكيره، يسلبه إنسانيته ككل. ولكن في التصور سارتر يقول لا، الشغل هو عنصر محرر لهذا الإنسان، بحيث أن الإنسان وجوده هو الذي يحدد ماهيته. وجوده في هذه الوضعية وانتقاله من شغل إلى شغل هو الذي يدفعه إلى أن يطور من هذا الشغل وأن ينتقل من مستوى إلى آخر. إلا عرفتي تلعب لي بهجج ديال المواقف وكنت نعم على دراية بأنه ممكن في الكتاب المدرسي، كن على يقين غتجاوز. إذن المادة المعرفية أساسية والمنهجية لا غنى عنها ذات البعد أكيد التقني. هذا جوابا على سؤال الزميلة أو السؤال السابق. نعم واضح أستاذي الكريم. إذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة بداية ونهاية، أشكركم أستاذي الكريم على هذه المعلومات القيمة التي تفضلتم بها وحاولتم أن تؤسسوا لتصور فلسفي من أجل الإعداد لهذه المباراة،
وهذه كانت بالمناسبة تقنية جميلة جدا أن نتحدث بأسلوب فلسفي في طريقة الإعداد للطلبة الفلاسفة إن شاء الله المستقبليين. إذا أشكركم أستاذي الكريم مرة أخرى بلسان عمومي المتابعين والمتابعات على كل هذه المعلومات القيمة المفيدة التي وضحت يعني وأوضحت الصورة للمقبلين والمقبلات على هذه المباراة. هناك مجموعة من الأسئلة الأخرى التي لم يسعفنا بطبيعة الحال الوقت للوقوف معها جميعا، لكن بعض الأسئلة التي تفضل بها المتابعين الذين التحقوا أخيرا يعني أجاب عنها الأستاذ يعني بداية، يمكن الرجوع إلى هذا البث مرة أخرى وستجدون الجواب عن كل هذه الأسئلة التي تفضلتم بها. فقط في الأخير أستاذ الكريم، نريد منكم في حدود 30 ثانية أو 40 ثانية على الأكثر أن تقدموا نصيحة أخيرة وتوجيها أخيرا لعموم المقبلين والمقبلات على هذه المباراة. النصيحة التي أريد أن أقدم هي أنك ما دمت تعتقد أنك تملك مؤهلات لاجتياز المباراة فهذا لا يعني أنك سترسب. أنت ناجح بالضرورة، ناجح في حياتك لأنك تفكر بشكل ناجح وتفكر في النجاح، ومن يفكر في النجاح فهو إنسان ناجح في حياته. الامتحان هذا لا يعني الرسوب في الامتحان، لا يعني رسوبا في الحياة، ولكن رسوبا في طريقة نظرنا إلى الحياة. غير من طريقة اشتغالك، غير من استراتيجيتك، غير من طريقة تفكيرك، غير من زاوية نظرك للحياة، وكن على يقين أنك ستخطو دائما خطوة إلى الأمام. وشكرا لكم. طيب أستاذي الكريم، إذا شكرا للأستاذ يوسف العبرج أستاذ مادة الفلسفة للتعليم الثانوي بسلكيه. إذا عبركم متتبعي الأوفياء نتقدم بالشكر الجزيل لأستاذنا الفاضل على هذه الحلقة المتحدثة فيها عن ديدكتيك مادة الفلسفة وقام بلسانكم جميعا. نتقدم له بأسمى عبارات الشكر الجزيل، وسنتوصل طبعا بمجموعة من المعطيات ومجموعة من الوثائق التي يمكن أن تساعد الطلبة في هذا التخصص على اجتياز هذه المباراة، نتوصل بها من خلال أستاذنا الكريم ونودعها بطبيعة الحال كما جرت العادة عبر مجموعات الواتساب. شكرا متابعتكم، شكرا لوفائكم، شكرا كذلك لحسن تفاعلكم وكذلك لحسن مسايرتكم لهذه الحلقة. ألقاكم مع بث مباشر جديد مع حلقة جديدة وموضوع جديد. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.